هذا القول الذي يقول أنه الأستاذ حسن فرحان هو دخل كل ما هو يعني يبنيه اليوم هي ردة فعل لموقفه من بني أمية، هو الموقف العدائي الذي اتخذه من بني أمية ثم من أتباع بني أمية والدولة الأموية بشكل عام، ثم انزل تحت للحنابلة حتى توصل لابن تيمية، ثم من ابن تيمية حتى توصل محمد عبد الوهاب، ثم السلفية الموجودة اليوم ومن تعاشرهم ومن تخالطهم ومن يعني أو خلنا نقول ترفع راية العداء والمخالفة لهم اليوم، هي المنهجية التي يسير عليها الأستاذ حسن فرحان وليست المنهجية العلمية. طبعا ربما هذا كان في فترة، طبعا مع تحفظ على كلمة عدائية وكذا، هو بحث يعني بنو أمية فيهم صلحاء، عمر بن عبد العزيز يعني ما في أحد ينكر فضله وعدله. لا أنا أقول لك إنه البداية هناك والنهاية عند السلفية، هذا البداية ايه؟ والبداية سببها التعليم الجامعي الذي كان متعصبا لبني أمية. أنا لا أنكر أن قد يكون فيه ردة فعل ومبالغات، ولكني ضبطتها فيما بعد بالقرآن الكريم. بمعنى عندما تجد جرائم للحجاج، الحجاج طبعا اسم سهل يعني لغير مستفز يعني ذمه، فلا ينبغي أن تخرج 5 كتب في الدفاع عن الحجاج و4 كتب في الدفاع عن يزيد بينما الجرائم موجودة على الأرض. فهمت قصدي؟ الله عز وجل. لا بس أنت يعني أنت يا أستاذ حسن يعني حتى لما تكلم، أنا أقرأ لك في يعني حتى لما تيجي تكلم عن الإلحاد. نعم. الإلحاد إحنا نشوف البحث عن الإلحاد ما أدري وشلون أنت مدخلنا في بني أمية. يعني إحنا.